مساءكم خير. لسه بنكمل مع حضراتكم في كتير من الأخبار تبقى عناوينها مضللة في أوقات كتيرة وعناوينها تسبب ذعر كده وبلبلة. ومن بعض العناوين دي أنه نشر في بعض المواقع عن إلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات وتحصيل غرامة على التأخير عقب انتهاء مدة الترخيص. بطبيعة الحال ده مش صح، وبطبيعة الحال الناس بتستنى لآخر وقت، وفي ناس بتبقى مسافرة ولازم يبقى فيه مهلة. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ابتدى يتواصل مع وزارة الخارجية ونفت بدورها الأنباء دي، وأكدت أنه لا صحة لإلغاء المهلة المحددة لتجديد تراخيص السيارات مع تحصيل غرامة تأخير عقب انتهاء مدة الترخيص. ما فيش أي قرارات صدرت بتتكلم عن ده، والرسائل اللي بتجيلكم على الواتساب دي كلها غلط وكلها إشاعات. مهلة التجديد لسه سارية بدون أي غرامات على قائدي السيارات. ده في حد ذاته شيء إيجابي إن احنا نسمع ده، لكن إذا كان هناك أصل أو أساس لهذه المعلومة فخلينا نسأل سيادة اللواء مدحت أوريتم مساعد وزير الداخلية الأسبق. مساء الخير عليك سيادة اللواء. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. الأول أنا عايز أعرف بس مين الشخص اللي بيبقى قاعد يتفنن في إطلاق شائعة ملهاش أساس، ولا كان في أساس؟ يعني هل في طرح لتعديل المدة، تغيير المدة فالناس فهمت غلط، ولا كان إيه الأساس من هذه الشائعة؟ لا يوجد أي أساس من الصحة، يعني أنا عايز أفسرها بس لحضرتك والسادة المشاهدين عقليا حتى، يعني بغض النظر. سيادتك قائد المركبة ومالك المركبة لما بيروح يجدد رخصة عربية سيادته بيدفع ايه؟ بيدفع رسوم الضرايب، كويس جدا. وبيدفع ايه كمان؟ بيدفع بوليصه التامين على المركبه. طب حضرتك قريت فيها مدتها قد ايه؟ مدتها 13 شهر مش 12 شهر. ايوه يعني ليه 13 شهر؟ فيها بقى الشهر بقى، فيها الشهر زياده يعني. بالظبط. ليه القانون قال 13 شهر مش 12 شهر؟ عشان بيسمح لحضرتك انك انت لك 30 يوم من تاريخ انتهاء الرخصة اللي في ايد حضرتك دي، لو تاريخ سداد الرسوم والضرائب لما تنتهي حضرتك لك 30 يوم وسيادتك مسدد عنهم بوليس التأمين، عشان لا قدر الله وسيادتك تتحرك بالعربية حصل حاجة بالعربية مؤمن عليها ومؤمن ضد الحوادث. دي حاجة. الحاجة الثانية، مش كل الناس راكبة سيارات ملاكي اللي عندها تجديد كل 3 سنوات. معظم كل المركبات ما عدا الملاكي لا تجدد 3 سنوات، بتجدد سنويا. طيب الأجرة القانون القانون بيدي فرصة للمواطن اللي عنده مركبة أجرة أوتوبيس وخلافه، يعني اللي هو خلال 30 يوم دول يستطيع ان هو لو في حاجة عايزة تتصلح عشان هيخش فحص فني يعملها، غير كاوتش في برومة في مش عارف خبطة في فانوس خلافه. مش بس كده، طب العربيات النقل والعربيات الأجرة لازم بيقدم اللي هي ما يفيد من سداد الضرائب اللي عليه وايضا التامينات، فبيديك 30 يوم علشان تجيب التامينات والضرايب المركبه. فكل ده يعني مش عارف اللي بيخترع الاشاعه ده بيخترعها ازاي، واللي بيصدقها بيصدقها ازاي. لا لا دي اشاعه كانت قويه جدا ست اللي بتيجي للناس على الواتساب والناس تتداولها. مفيش اي منطق، يعني مفيش اي منطق يقول الكلام ده. وبعدين وزاره الداخليه لما تحب تعدل قانون بتعدله لصالح الناس، مش بتعدله عشان ضد الناس ولصالح العمل ولا لصالح التزاحم ولا ده، مش لصالح اي حاجه. بالعكس. طب سؤالي يا سياده اللواء، هل انا في الشهر ده، حضرتك قلت ده شهر مهم قوي المعلومه دي انه شهر مهله زياده انا عربيتي متامن عليها، طب لو انا تم توقيفي في الشارع لاي سبب ورخصتي منتهيه لكن لم يمر ال 30 يوم دول، هل ما تتسحبش يا فندم؟ ما تتسحبش الرخصه؟ لا يا فندم. ما فيش اي غرامه توقع على الشخص؟ ما فيش اي غرامه يا فندم، طالما رخصه القياده بتاعت سيادتك ساريه خلاص ما عندناش اي مشكله خالص. بس فانا بس عايز اوضح ان وزاره الداخليه لما يكون في اي تعديل في القوانين ليس لها حرج ابدا ان وزاره الداخليه تعمل منظومه في الحكومه فهتعلن والله في تعديل كذا كذا هيبقى من يوم كذا. بالظبط. يعني ما فيش اي حاجه، وكل التعديلات لصالح المواطن. وانا اسف لو طول دقيقه واحده، لو حضرتك بتشوف التعديلات اللي عملها وزاره الداخليه في الاجراءات تراخيص النهارده تعرف ان الدوله ماشيه كلها في اتجاه الرقمنه طبعا، وفي اتجاه ان انت لصالحك.
بالظبط، مش اكتر من كده. هي رقمنه على كل حال، بشكر حضرتك جدا برضو على النقطه دي، لان رقمنه على كل حال في صالح امور كتير اهمها القضاء على الفساد وسرعه انجاز الاجراءات، ودي حاجه بنحيي عليها وزاره الداخليه، بدءا من التجديدات العظيمه اللي حاصله في الشكل، لكن كمان في المضمون في تجديدات مهمه جدا حاصله في معظم وحدات تقديم الخدمات. بشكرك شكرا جزيلا سياده اللواء مدحت أوريتا مساعد وزير الداخليه الاسبق.